اهلا وسهلا بيكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ حلقة النهاردة بعنوان اهمية الثقة بالله. للثقة بالله تعالى الكثير من الاهمية، وفيما يأتي بيان البعض منها. تعد الثقة بالله صفة من صفات الانبياء عليهم السلام، ومن الأمثلة على ذلك ما كان من النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة، كما أنها من صفات الأولياء والصالحين والعباد الزاهدين. ينال العبد الواثق بربه الرضا والقناعة بما في يديه، زاهدا بما في يد غيره، وينجو من الكروب والهموم. يثاب الواثق بالله بثقته بدخول الجنة والنجاة من النار. تدل الثقة بالله على استعانة العبد بالله وتوكله عليه. خلصت حلقتنا النهاردة، كانت بتتكلم عن أهمية الثقة بالله. أتمنى تكون عجبتكم وتكون عند حسن ظنكم، وما تنسوناش من دعائكم الصالح، وأشوفكم تاني وإلى اللقاء.